بعدما فتحت المفوضية الباب لملحق الطعون، أصدر القضاء أول أمر بقبول الطعن المقدم على الدائرة السادسة في بغداد. باشرت على إثره مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي ل 108 محطات اقتراع مشكوك في نتائجها، لتجرى العملية وسط رقابة دولية ومحلية. عملية العد والفرز هذه اللي خاصة بالقرارات اللي أرسلتها الهيئة القضائية للتحقق من مضامين الطعون، ومن ضمن مضامين الطعون طلبت إعادة عد وفرز محطات، واليوم اللي جرت هذه المحطات من مكتب الرصافة ولربما ترد من الهيئة القضائية هنالك محطات أخرى لتم فتحها والتحقيق بها. مركز العد والفرز واللجان الفنية الخاصة مركز العد والفرز باقية إلى حين البت بآخر طعن من الطعون المرسل للهيئة القضائية البالغ عددها 1436 طعن. بعد ذلك إن انتهت الهيئة القضائية من التحقيق بهذه الطعون وكانت قراراتها باتة وملزمة للجميع طبعا والبت بآخر طعن، تعلن المفوضية بعد ذلك النتائج النهائية بأسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس النواب إن شاء الله. من جانب آخر، شكلت مفوضية الانتخابات لجنة رباعية متكونة من 4 مدراء عامين للنظر بالبطاقات الانتخابية التالفة والتأكد من تلفها والإقرار بشأن العمل بها أو إهمالها. حقيقة هذه اللجنة تم تشكيلها من قبل مجلس المفوضين المؤقر. هذه اللجنة هي لجنة رباعية شكلت من 4 مدراء عامين، مهمتها الأساسية تدقيق الأوراق الباطلة بعد فرز الأوراق من قبل موظفي المفوضية، حيث يتم تدقيق الأوراق الباطلة ورقة ورقة للتأكد من وجود أختام صحيحة، من عدمها بغية احتسابها فيما بعد إذا كانت الأختام صحيحة ولا يوجد ختم آخر في حقل آخر لمرشح آخر. استكمالا لعمليات النظر بالطعون، أدرج ملحق الطعون تلبية لمطالب الكتل والنواب المعترضين على نتائج الانتخابات لتحقيق العدالة الكاملة في هذه العملية الديمقراطية. بعد موافقة القضاء، باشرت مفوضية الانتخابات بعد وفرز صناديق اقتراع الدائرة الثالثة، والتي تعتبر بداية التحقق من ملحق الطعون المقدمة ومطابقته بالنتائج الإلكترونية. من داخل مركز إعادة العد والفرز اليدوي، محمد فراس، قناة التغيير.